الثامنة من الميادين، أهلا بكم وإلى العناوين. الدول الأربع ترفض رد قطر وتؤكد أنها لن تتسامح مع دورها التخريبي. هنية يحث السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ويدعو إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. الجيش الليبي يعلن السيطرة على مدينة بنغازي بالكامل. ومواسم أصيلة الثقافية في المغرب فضاء للنقاش والحوار والفنون. أهلا بكم. اعتبر بيان وزراء خارجية دول المقاطعة لقطر في ختام اجتماعهم بالقاهرة أن الرد القطري يعكس عدم استيعابها خطورة الموقف ويفتقر إلى أي مضمون ولا يضع الأساس لتراجع قطر عن سياساتها. وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي تلا البيان الختامي أكد أنه لم يعد من الممكن التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به دولة قطر، مشيرا إلى أن الوزراء اتفقوا على متابعة الموقف وعقد الاجتماع المقبل في المنامة. وشدد البيان على ضرورة التزام قطر بمحاربة الإرهاب ومنع تمويله والامتناع عن التدخل في شؤون الدول. وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني اتهم السعودية والإمارات بالوقوف وراء الحملة على بلاده. الثاني قال أن الدول المقاطعة تضع العرب أمام الحصان وتطلب من الدوحة التخلي عن سيادتها مقابل رفع الحصار. كما لفت إلى أن قطر تنظر إلى إيران كدولة جارة وتتقاسم معها مصالح مشتركة. تواصل قطر الدعوة إلى الحوار على الرغم من انتهاك القانون الدولي، وعلى الرغم من تفريق 12 ألف أسرة، وعلى الرغم من الحصار الذي يعد عدوانا واضحا وإهانة لجميع المعاهدات الدولية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا جميع أطراف الأزمة القطرية إلى إجراء مفاوضات بناءة من أجل حل الوضع الحالي. وفي اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد ترامب ضرورة التزام جميع الدول بتعهداتها في قمة الرياض لوقف تمويل الإرهاب وضرب أسس الإيديولوجيا المتطرفة بحسب بيان البيت الأبيض. أعلن بيان الدول الضامنة لمحادثات أستانا روسيا وتركيا وإيران أن الدول الثلاث شكلت مجموعة عمل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق بشأن إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا. تدعو الأطراف إلى الالتزام بنظام وقف إطلاق النار والامتناع عن خرقه، وترحب بإنشاء مجموعة عمل مشتركة لخفض التوتر وفق بنود المذاكرة، وتعبر عن رضاها عن تطور تحديد مناطق خفض التوتر. وقد كلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال كامل الشروط التقنية والعملاتية حول هذه المناطق، وقررت إجراء اللقاء المقبل في الأول والثاني من آب أغسطس في إيران، وتؤكد ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا كل التدابير الكفيلة بزيادة الثقة لضمان سير العملية ونظام وقف إطلاق النار وتأمين الوصول الإنساني والسريع إلى المناطق المتضررة كافة. أكد رئيس الوفد الروسي إلى اجتماع أستانا ألكسندر لافرينتييف أنه لم يتم الانتهاء من اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا. وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة العامة ضمن الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا، أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقا حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة. يجري العمل على تشكيل مركز التنسيق لمتابعة الوضع والتفويض لنشر القوات للمراقبة. لم يتم التوصل إلى تشكيل وإنشاء مناطق خفض التوتر على نحو نهائي، وسوف نسعى لذلك في أقرب وقت. مستوى العنف تقلص بشكل كبير ونسعى إلى إخماد التوترات المتبقية. وألفت إلى أنه خلال الشهرين السابقين استطعنا التوصل إلى إيجاد التواصل بين الفصائل المسلحة وممثلي الحكومة السورية، لكن مستوى الثقة لا يزال منخفضا. قتل 38 من قادة داعش ومن كبار أركان التنظيم في معارك الموصل بحسب ما ذكرت موفدة الميادين. وتخوض القوات العراقية اشتباكات عنيفة بين ضفاف نهر دجلة وما تبقى من مواقع لفلول داعش في الموصل القديمة، وتواصل تقدمها لتحرير منطقتي الميدان والقليعات شمال شرق الموصل القديمة. وتحدثت مصادر عن بقاء أقل من 3000 مدني تحاصرهم فلول التنظيم في الموصل القديمة. دعا
دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الفصائل الفلسطينية إلى صياغة برنامج سياسي موحد وإلى تأليف حكومة وحدة وطنية وتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية. صياغة برنامج سياسي واضح وموحد، تشكيل حكومة وحدة وطنية تفي بكل التزاماتها تجاه شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع على حد سواء. التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على قاعدة الانتخابات الحرة والنزيهة، والاتفاق على موعد محدد لإجراء هذه الانتخابات. وفي خطاب سياسي ألقاه في غزة، أكد هنية رفض أي حلول أو تسوية تتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني، وحث السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال. أن أي حلول أو تسويات تتعارض مع حق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس لن يكتب لها النجاح، وسنقف سداً منيعاً في وجهها. كل صفقة مشبوهة تنتقص أي شيء من حقنا التاريخي في فلسطين صفقة فاشلة لن تلزم شعبنا اليوم ولا في المستقبل، وسنقف سداً منيعاً في وجهها. أعلن الجيش الليبي السيطرة على مدينة بنغازي بالكامل وقضاءه التام على آخر جيوب الجماعات المسلحة، وأشار الجيش الليبي إلى انتهاء العمليات العسكرية في سوق الحوت وإلى استعادته منطقة الصابري في المدينة القديمة بعد تمشيطها ودحر الإرهابيين الذين تحصنوا فيها على مدى 3 سنوات. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بنغازي المحامي والباحث السياسي السيد عصام التجوري. أهلا وسهلا بك معنا سيد عصام. يعني كيف هو الوضع الآن في بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي على المدينة بالكامل، وماذا تعني عسكريا بداية هذه السيطرة؟ مساء الخير، ومن خلالكم أزف كل تبريكات لكل الشعوب الحية الحرة المناهضة للتطرف والعنف والغلو والفوضى إلى العالم، وبالنيابة عن العالم القوات المسلحة الليبية والقوى الشعبية المساندة لها اليوم تقفل صفحة ظلمية جسمت على صدور أهل هذه المدينة التي تعد ثاني أكبر مدينة ليبية وعاصمة لبرقة، بأن قامت بدحر المجموعات الإجرامية والإرهابية التي كانت مدعومة وعلانية وبشكل سافر من دول سواء كانت دولية أو بالشرق الأوسط. للأسف جماعات صنفت كأنها أطراف سياسية وهي تحمل فكرة الغلو، سواء كان القاعدة الذي صنفه مجلس الأمن وفق تنظيمهم ما يعرف بشقهم في ليبيا أنصار الشريعة، أو تنظيم داعش منذ سنة أكثر من 3 سنوات وهم يعبثون بالمدينة بين عمليات اغتيال وتهجير وقصف متعمد وخطف وإخفاء قصري لمواطنين المناهضين لهذا الفكر الظلمي. ها هي القوات المسلحة الآن في عرس جماعي مع أهل المدينة يحتفلون ودون أدنى دعم من المجتمع الدولي متمثلا في وكالاته الرسمية وعلى رأسها، وتخاذلا وخرقا لميثاق مجلس الأمن أمم المتحدة متمثلة في مجلس الأمن وبعثة أمم المتحدة التي تدعي أنها تمثل السلم والأمن الأهلي في العالم ولها مبعوث خاص في ليبيا، استكثرت على الشعب الليبي دعم مؤسسات العسكرية ورفع الحظر بأقل الإمكانيات وبدعم دول قليلة سيكتب لها التاريخ الشعب الليبي ولن ينكر لها ذلك الموقف المشرف رغم قرارات مجلس الأمن. ذلك الدعم إن كان المحدود في دحر هذه المجموعات سواء كانت إجرامية أو إرهابية متمثلة في تنظيم القاعدة وتنظيم داعش والراعي الرسمي والسياسي جماعة الإخوان المسلمين التي تدعي العمل السياسي وهي تناصر علنية عبر ومنابر إعلامية تبث وبتمويل من رئاسة أركان بعض الدول، وستلاحق قضائيا بإذن الله بتدعي قطاعات سياسية وأنكرت وجود التنظيمات الإرهابية. سيدتي الفاضلة من السهل أن تجدي، دعيني وهو الكلام لي أنا شخصيا وأنا مسؤول عليه وقناتكم
غير مسؤولة على كل حرف أقوله الآن. قناة مثلا لدينا قناتين ممولتان من رئاسة أركان دولة قطر متمثلة في ليبيا الأحرار وقناة النبأ، والقناة الثالثة اسمها قناة التناصح، أنكر وجود داعش على أكثر من 4 سنوات من الحرب والقتل والإرهاب والتنظيم الفكر. يمكن مراجعة أرشيفهم أو مواقع إلكترونية، أنكر وجود تنظيم الإرهاب في ليبيا رغم أن التنظيم أظهر نفسه علنية وتبنى عمليات انتحارية وقطف وقتل الناس، وهم كانوا يخرجون عبر هذه المنابر الممولة من رئاسة أركان هذه الدول ورعاية أمراء تلك الدولة وينكرون وجود هذا الإرهاب. بالآونة الأخيرة عندما تغير نوعا ما المشهد الدولي وتضيق الخناق على الإرهاب، حاولوا أن يغيروا خطابهم ويلبسوا ثوب أنهم يحاربون الإرهاب في مدينة سرت، وأنهم يدعمون عملية تحرير سرت التي كانت تتخذها سرت أي التنظيم داعش كأحد مراكز. إذن هي خسارة لهذه الجماعات المسلحة على الصعيد الميداني ومن يدعمها، أيضا هي خسارة لهذه الدول التي تدعمها. اليوم أيضا تأثير هكذا سيطرة أو هذه السيطرة للجيش الليبي على كامل بنغازي، أيضا إذا ما أردنا الحديث عن تداعياتها على الصعيد السياسي والداخلي في ليبيا. التداعيات أعتقد أن هي قضية الأمر، يعني ممكن المشهد الليبي كان مغيب إعلاميا، مشكورين قناتكم التي تساهم الآن في نقل جزء من الحقيقة. منذ سنة 2012 كان هناك حراك مدني في مدينة بنغازي تحديدا، مطالب بعودة المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تقرر حلها بقرار دولي لتعم الفوضى في ليبيا. كان هذا الحراك المدني دائما يراهن على قيام المؤسسة العسكرية وعودتها للمشهد، وفعلا تنادى القيادة العامة متمثلة في المشير خليفة بن قاسم حفتر وبعض الضباط الذين معه وأطلقوا عملية عسكرية في مواجهة هذه الميليشيات كان عددها وقوامها آنذاك في مواجهة أرتال وعتاد مولة بتمويل وصل إلى مئات الملايين من وآلاف المجندين ب300 رجل. يوم 16/5/2014 قادوا عملية موسعة، حوصرت هذه القوات في منطقة صغيرة محدودة في مطار بنينة، والآن نتحدث عن قوات مسلحة عندما راهن عليها الشعب الليبي موجودة الآن تسيطر بالكامل على مدينة بنغازي، موجودة في الجنوب الليبي متمثلة في مدينة سبها وتمنهنت وقواعد جوية في 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 حدود تونس ووسط ليبيا والهلال النفطي، وهي تمتد الآن ولم يبقى للمجموعات سواء كانت ميليشيات إجرامية فوضوية قدوة أمراء حرب ثورة على السلاح بعد 2011 أو مجموعات إرهابية متحصنين فقط في بعض الشريط الساحلي الممتد من مدينة مصراتة إلى مدينة الزاوية فقط لم يتبقى لهم هذا، والجيش الليبي يطوق الآن تلك المنطقة وقواته المسلحة في الوقت الذي تقاتل في مدينة بنغازي وتطهر آخر جيوبه وتنتصر اليوم في عرس للشهداء، هي أيضا الآن عينها على العاصمة طرابلس وستنتصر بإذن الله لأنها كحاضنة سياسية واجتماعية تملك هذه الحاضنة في الوقت الذي لا يملكها أي تيار سياسي أو حتى شخصية سياسية غير ضباط الجيش الليبي وقوات المسلحة الليبية. هذا الموقف السياسي الذي أعلنه الليبيين، وحاول المبعوث الأممي لو حاولت بعض الدول أن تظهر أن النزاع هنا نزاع سياسي وحقيقة هو نزاع وجود. شكرا لك سيد عصام. يا أما دولة أو لا دولة كانت ليبيا. كل الشكر لك سيد عصام التجوري المحامي والباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من بنغازي. مشاهدينا فاصل قصير ونتابع بعده هذه النشرة. من جديد أهلا بكم. اعتبر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والجبهة الشعبية المعارضة أن الزيادات المرتفعة الأخيرة في أسعار المحروقات والتبغ ليست سوى رضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي وإثقال لكاهل الفئات المتوسطة والصغيرة، فيما بررت الحكومة التونسية هذه الزيادات بتراجع قيمة الدينار. مراد الدلنسي. خلال يومين فقط تفاجأ التونسيون بزيادات اعتبروها مرتفعة شملت أسعار المحروقات والسجائر. 6% هي قيمة الزيادات في أسعار المحروقات، بينما ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 8%، وهو ما أثار احتجاجات واعتراضات شعبية واسعة، كون أسعار هذه المواد كانت مرتفعة بالأساس. فجأت وتقلقت، خاطر تقلقت ونحن كما كرهبت خدمة معناها ديما نصبوا معناها بشوالي بيجي زايد وكذا واحد والبلاد على قدها في كل شيء، معناها سي نورمال تقلق ترجع على برشا حاجات أخرى معناها.
المعارضة التونسية ممثلة بالجبهة الشعبية ونقابة العمال ممثلة في اتحاد الشغل عارضا بشدة هذه الزيادات واعتبراها تثقل كاهل المواطن التونسي وتأتي في وقت تشهد فيه أسعار النفط انخفاضا في الأسواق العالمية. هذا الإجراء يتخذه يوسف الشاهد قبل أسبوع من رحيله إلى واشنطن لتقديم الشهادة على أنه بصدد تطبيق إملاءات أسياده. من جهة أخرى هذه معناها إجراءات هذه تمس معناها في العمق الجيب المواطن والمقدرة الشرائية اللي هي أصلا متدهورة. تتذرع الحكومة التونسية بالضغوط على الموازنة العامة وانخفاض قيمة الدينار التونسي وهو ما يفرض هذه الزيادات. اليوم الزيادة في أسعار معناها البنزين بالنسبة لنا احنا نتفهموا موقف الحكومة، نتفهموا الوضعية المالية الصعيبة اللي تمر بها معناها المالية التونسية بصفة عامة، نعرفوا يعني انحدار سعر الدينار وعلاقته بمعناها الشراء البترول. أصوات أخرى في تونس تعتبر أن هذه الزيادات هي عقاب جماعي للشعب التونسي من أجل تعويض خسائر الشركات الأجنبية جراء اعتصام الكامور في الجنوب التونسي وتواصل إغلاق مضخات النفط إلى اليوم في محافظة قبلي. يعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات قد تكون مقدمة لزيادات أخرى ستشمل أسعار المواد الأساسية، وبينما تعتبرها المعارضة رضوخا لإملاءات صندوق النقد الدولي تراها الحكومة ضرورية لمواجهة عجز الموازنة العامة وانخفاض قيمة العملة المحلية. مراد الدلنسي، تونس، الميادين. الثقافة والفنون تحضر بكثافة في مواسم أصيلة ثقافية بالمغرب. فعاليات وأنشطة من دول المغرب وأفريقيا تغني الحوار وتطرح القضايا المشتركة. موسم أصيلة الثقافي ولد منذ أكثر من 3 عقود كواحد من التظاهرات التي تجمع الفكرة والفلسفة والفنون والموسيقى والأدب في مناخ واحد. فعاليات دورته 39 التي تستمر حتى أواخر الشهر الجاري تقدم جملة من النشاطات الثقافية والفنية بمشاركة أكثر من 400 كاتب وباحث وفنان. موسم هذه السنة يستضيف ندوات ثقافية وفكرية تتناول موضوعات ساخنة عربية وإفريقية. أما الفضاءات الفنية فتتضمن مشاغل رسم في أزقة المدينة يشارك فيها فنانون عرب وأجانب، إضافة إلى العروض الموسيقية المتنوعة المحلية وتلك الآتية من فرنسا وإسبانيا. وفي مجال الأدب تقام ندوات نقاش وحوار ونقد أدبية تركز في جانب منها على أدب الأطفال. أحيا الجزائريون ذكرى 55 للاستقلال عن الاستعمار الفرنسي باحتفاليات ومسيرات استعراضية جرت في العاصمة الجزائر، وأكد المشاركون ضرورة تحرير كل الأوطان العربية وفي مقدمتها فلسطين المحتلة، موجهين دعوة إلى زعماء العالم العربي لإنهاء حالة الانقسام والعداء بين بعض البلدان وإلى إنهاء الحروب وإحلال السلام. نعيش هذه اللحظة في الذكرى 55 لاستعادة السيادة الوطنية والاستقلال الوطني، ونرى هذه الأجيال وهي تعبر عن ثقافتها، عن هويتها، عن تاريخها، عن تراثها. هذه هي الجزائر الكبيرة. هذا الاستقلال يبقى ناقصا ما لم تحرر كل الأوطان العربية والإسلامية وفي مقدمتها فلسطين السليبة. نوجه رسالة للدول، دولنا العربية اللي هي راهي في حرب أهلية في بعضها بعض، أنها تتفطن وتتهدن وتروح للسلام وتبني بلادها في سلام. تذكير بعناوين هذه النشرة. الدول الأربع ترفض رد قطر وتؤكد أنها لن تتسامح مع دورها التخريبي. هنية يحث السلطة الفلسطينية على وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ويدعو إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. الجيش الليبي يعلن السيطرة على مدينة بنغازي بالكامل. ومواسم أصيلة ثقافية في المغرب فضاء للنقاش والحوار والفنون.
المزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر على صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا لطيب المتابعة. إلى اللقاء.